commencé à écrire il y a 4 ans. J'avais écrit des poèmes. Ils nous ont aidés. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Ta facile histoire, c'est une nouvelle. تحكي على الحراك الجيريان دونك انا حبيت لو ليكتور شغل نهز لو ليكتور ونحطو في وسط الحراك. المشاركون تم اختيار 17 فائز من بين 303 نص مشارك باللغات الأربعة: أمازيغية، عربية، فرنسية، إنجليزية. شفنا الهدف تاع المسابقة هذه وش هو؟ شفنا فرح في عين المشاركين معنا، حسوا أنهم يعني كانت عندهم موهبة ما لقاش وين يبارطاجيها. جيت قالوا لي نروح ونخرج جيت معاهم. جيت باش نشوف كتابات تاع ساكيا ماني اي كي كوحا نوقد خطا نقرا القران خطا نقرا قصص تاع الاطفال كلش عندنا في الفرنسي نقرا قصص فرنسي. سورتو نحب بزاف لا لونغ فرونساز كلش هاي اليوم دار بزاف مليح.
طبعا احنا كجناح رسمي طبعا ليس ربحي، لا نبيع الكتب والمؤلفات، ولكن نعرضها للعرض للمواطن الجزائري، واذا اراد ان يحتاج منها فممكن يتوجه الى مكتبة سفارة دولة فلسطين بالجزائر للاطلاع او للاستعارة. اضافة الى ادخلنا شاشة عرض، المشاركة هذه ليست الاولى وان شاء الله لن تكون الاخيرة، فكنا نحن نلازم دائما أشقائنا الجزائريين في الصالون الدولي للكتاب. حرصنا أيضا أن نشارك بشكل رسمي بمجموعة من المؤلفات التي تخص فلسطين أو القضية الفلسطينية بمختلف مجالاتها. ماغرا فيرتشوال سكول هي مدرسة عبر الانترنت، المهمة تاعها تقديم دروس دعم للطلبة أو التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات إما الباك ولا البوام ولا السانكيماني بريمير. راح تقدم لهم دروس الدعم على شكل فيديو، دونك لي فيديو هادو تقريبا حتى الآن 4000 فيديو بأسعار رمزية، عندهم المقرر الرسمي المقرر الوزاري كامل متوفر في المنصة البيداغوجية. خلود قوميدي كاتبة جزائرية من مواليد 2001 14 جوان من ولاية تيبازا بالضبط بلدية حطاطبة. كتاب تغريبة في زمن مرهق هو أول تأليف لي، هو عبارة عن مجموعة نصوص تحكي عن الواقع الجزائري باختلاف المواضيع. أنا كتبت القصبة قلب الجزائر، والله هاد التيتر هذا هي القصبة قلب الجزائر. قبل ما تكون القصبة في القلب التاعي كانت في قلب أجدادي شيخي الممو حيمود إبراهيمي، هذايا الممو هذايا هو من أولياء الله الصالحين. الواحد كما يقولوا يستغنى على القصبة، القصبة هي أمنا، هي اللي تحمينا وأنا رضعت منها. وشوفوا نقولها لكم أخير اليوم باش تفهموها، القصبة هي عالم الأسرار، هي عالم الأسرار. نجد في العلاج البديل اللي في نوسيبو وبلاسيبو، عندما يحس المريض أنه يثق في المعالج النفساني فهناك نوع من الراحة، وتلك الراحة هي عبارة عن يقين، لأن اليقين هو الذي يحرر الطاقة.